دعت منظمة العفو الدولية ميليشيا الحوثية لإلغاء قرارات الإعدام بحق 4 صحفيين يمنيين اختطفتهم منتصف العام 2015 إلى جانب زملاء آخرين لهم. وأصدرت المنظمة بالتعاون مع مؤسسة سمير قصير فيديو تضامني مع الصحفيين اليمنيين 4 الذين لا يزالون معرضين لخطر الإعدام بعد أن حكمت عليهم محكمة حوثية بالإعدام قبل 3 أشهر. وقالت دين معلوف مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية إنه وحتى قبل تفشي وباء فيروس كورونا في اليمن لم يتوفر للمحتجزين إمكانية الحصول على الرعاية الصحية الكافية. أكرم الوليدي، عبد الخالق عمران، حارث حميد، وتوفيق المنصوري، هم زملاء لنا وهم صحفيون يمنيون حكم عليهم بالإعدام منذ بضعة أسابيع بعد محاكمات جائرة، والسبب حقهم في ممارسة مهنتهم بحرية، ولمجرد إبلاغ العالم بالحقيقة عن المعاناة التي يمر بها اليمنيون. تستمر معاناة هؤلاء الصحفيين منذ 5 سنوات. اختفوا قسراً ومنعوا من الاتصال بعائلاتهم أو المحامين، وتعرض بعضهم للتعذيب. أنا صحفية وأطالب سلطات الأمر الواقع الحوثية إسقاط التهم وإلغاء أحكام الإعدام والإفراج عنهم فورا. أحكام الإعدام أسقطوا كافة التهم، أفرجوا عنهم فورا.